المجلس ما بين القارتين العادية ما بين الدوران العادية من شهر يوليو وشهر سبتمبر. أولا كان أحد السيد الكاتب العام هذه أول جلسة معنا للمجلس الدوران العادي لمجلس أعمال سكرة مرة ومرحب به أتراب أعمال سكرة مرة مرحبا بكم سيد الكاتب العام. كانت 16 يونيو حضور الدول المجالية للجهة الرئيسة الحكومية للمجال الدول المجالية للجهة الدولية الرباط وحضور السيد الوالي وكذلك حضور لجنة الجهوية للتنمية البشرية برئاسة السيد الوالي وحضور السيد العامل حضور افتتاح نفس اليوم 16 يونيو افتتاح مهرجان طبوري دار الصخيرات وكذلك يعني كان ناجحا في اطار سلسلة مهرجانات طبوري دار التي كانت على مستوى عمل الصخيرات مرة 21 يونيو اجتماع الاعتبارية يخص مشروع اتفاقية إعطاس الدول الإفريقية لدعم التعاون اللامركزي الدولي التي بالنسبة لمجلس عمل صخيرات مرة كان مبرمجة مع دولة نيجيريا جامعة زاريا بحضور السيد عامل مكلف العلاقات اللامركزية الدولية. 23 يونيو اجتماع مع مدير الصحة ورئيس قسم العمل الاجتماعي للعمالة ورئيس المصلحة التقنية لمجلس العمالة لأجل تطبيع بعض المشاريع العالقة. نفس اليوم 23 يونيو حضور افتتاح مهرجان تبوري دار العناتير كما كان ذلك يعني ناجح وبعد واحد الاختلاف في الطريقة ديال دعم العمل ديالو كان مهم كذلك النجاح ديالو. 4 يوليو استعطاء الانطلاقة بالنسبة للنسوي للقسم الرياضية وجامعة البربورة. 5 يوليو استدعاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبيانية كتشارة التمثيل جمعية رؤساء العمالات والأقاليم كان أيضا الرئيس لتقديم عرض حول موضوع إصلاح كفيل بشأن القطاع العام في خدمة التنمية الترابية. 6 يوليو 2022 حضور أشغال الجمعية الإقليمية للتنمية الاقتصادية بمقر عقد العمالة بحضور السيد العامل برئاسة السيد العامل. 9 يوليو 2022 اجتماع العمالة بخصوص اتفاقية محاور التركي المهيكلة للعمالة برئاسة السيد العامل. ما بين 15 و17 يوليو يعني كان هناك اشغال الندوه الوطنيه بمقر عماله سيدي فني حول صندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجامعه الترابيه بالمشاركه مع وزاره الداخليه المديريه العامه للجامعه الترابيه كاليه لتعزيز الدبلوماسيه الموازيه بحضور السيد عام الاقليم سيدي فني وحضور وزير اغلب رؤساء وعمالات المملكه. 21 يوليو 2022 كان حضور افتتاح مهرجان سيدي اياد تبوري دار سلسلة المهرجانات تورد على مستوى العمالة ولكن يهمهم كذلك النجاح ديالو. 26 يونيو 2022 حضور الدولية المنظمة من طرف ريفيلا وسي جي بي افريك حول موضوع المشاركة السياسية للمرأة ووصولها لمراكز القرار بجامعة محمد الخامس بالرباط. 27 يونيو استقبل رئيس جمعية رؤساء الجامعات الترابية للقضية حيث تم عقد يعني هنا في مجلس العمالة تم عقد اجتماع عمل حول المشاريع التي يمكن اقتراحها على صندوق الفقدي بدعم وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجامعة الترابية بإطار تعزيز الدبلوماسية الترابية وهذا بناء على البروتوكول الاتفاق الذي تم توقيعه معكم في القمة ديال المدن الإفريقية بحضور وزارة الداخلية بكينيا. 28 يونيو 2022 حضور اختتام فعاليات المهرجان الدولي للاطفال السلام بحضور السيد عامل العمالات الصخيرات المغربيه دار السيد رئيس الشؤون الداخليه ورؤساء الجامعات الترابيه الاقليم وبعض السفراء الدول المشاركه. 29 يونيو اجتماع مكتب المجلس من اجل اعداد دورات التنظير. 29 في نفس اليوم اجتماع اللجنه الاقليميه للمشاركه برئاسه السيد عامل. من 10 الى 15 غشت المشاركه في اعطاء انطلاق الايام المفتوحه بالنسبه العمالة. 18 أغسطس حضور اختتام فعاليات مهرجان تبوري دار شراكة بعين عودة وهو كان يعني برئاسة السيد العامل ورؤساء الجماعات وكان يهمهم النجاح ديالو كان اختتام ديال سلسلة تبوري دار على مستوى العمالة كانت بعين عودة. في نفس اليوم كان اجتماع مع الاس دي ال الشركة الكبيرة المحلية والمصالح التقنية لمجلس العمالة حول مشروع مقر مجلس العمالة. 19 غشت يعني حضور فعاليات مهرجان تيم ارتي كازينو بالبربورة. 22 غشت اجتماع 26 غشت اجتماع مع السيد عبد الحميد الميزانية. 26 غشت ذهب
الاجتماع بفلوس من اجل قيمه تيكات تعمل في اليوم الموالي 27 غشت حيث قلت باختصار بلاح وسلوك معادي للمغرب ولوحده التراب من طريق من طرف رئيس تونسي. 27 غشت يعني في اليومين في اليوم الاثنين الموالي استقبل السيده امري ايكيدو مديره تنفيذي يعني في نسختها الثامنة والتي حضرت مباشرة من تونس إلى المغرب يعني كرسالة واضحة لقوة ومتانة العلاقات المغربية اليابانية ولمدارسة اتفاقية الشراكة من أجل مشاريع النمو المستدامة على التراب على مسخرة مرا وقد حضر هذا اللقاء كذلك رؤساء بالنيابة ومتين عن المديرية العامة للجامعات الترابية. واحد شتان بيري وحافظ بسيط رجال السلطة برئاسة السيد العام وكذلك استقبال السيد الكاتب العام عمل سكرات مرا. ثلاثة شتان بيري مشاركة في انطلاق البطولة الوطنية لذوي الأحياء من أجل الطريق للمونديال رفقة السيد وزير الشباب ورئيس الجامعة جامعة والسيد العام عمل سكرات مرا ورئيس جامعة الهورة. خمسة شتان بيري استقبال نائب السفير لدولة نيجيريا سيد بامالي حيث كان نقاش مثمر على محاولة استثمارات نيجيريا التي يمكن مواكبتها والاستعداد لاستقبال وفد بين رجال الأعمال النيجيريين الراغبين في الاستثمار على تراب عمل الساخرات تمارا. سبعة شتم في اجتماع ترأسه السيد العام بحضور السيد الكاتب العام حسين الدين العام المصالح المهمة السيد رئيس المشاورات ورؤساء بعض المصالح الخارجية من أجل الاطلاع على أخر المستجدات المتعلقة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ثمانية شتم في اجتماع ترأسه السيد العام بخصوص مشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز مع دبي الصحة والوقوف على بعض الإشكالات. في نفس اليوم ثمانية شتم في اجتماع مكتب المجلس من أجل استكمال يعني النقاط الخاصة بجدول الأعمال للدورة العالية لشهر شتم في سعود شتم في اجتماع مقام العمل برئاسة السيد العام بحضور شركة فازا وسيد المدير التقليمي لمديرية التعليم وشركة التنمية المحلية حول مشروع النقل المدرسي الذي سيكون يعني مشروع نموذج على مستوى الوطني. سعود شتم في استقبال مكتب حكمة المساواة وزكاة الفرص لجنة